طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. صحيفة هولندية: الحوثيون أبلغوا المراقب الأممي أنهم يخشون تكرار خطة حصان تروادة. ومن موقع المشاهد نت: مدينة يعمل في شوارعها 7000 طفل وطفلة بعد أن توقفوا عن التعليم. موقع ألماني يقول: آثار اليمن للقصف وللنهب نصيب، وما تبقى يتلف في المخازن. أهلا بكم. قال الرئيس السابق لفريق المراقبين الدوليين لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الجنرال الهولندي إن فريقه أصيب 6 مرات بالرصاص الحي، وأضاف: كنا كل مساء نسمع القصف، وأحيانا كان الفندق يهتز من القصف. جاء ذلك في حديث الجنرال الذي يبلغ من العمر 68 عاما لصحيفة فلوكس كرانت الهولندية بعد عودته إلى بلاده، مفيدا بأنه كان يتعرض لتهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه كان يتوجب عليه مع فريقه أن يبقوا يقظين في الحديدة بشأن الألغام والقنابل على جانب الطريق، مضيفا: أنا هادئ جدا، ولكن يأتي وقت عندما لا تحس بالراحة، يكفي أن يكون هناك مطلق نار واحد. عند مضغ القات كان الوضع أشبه بدمى الروليت الروسية، ودمى الروليت الروسية هي عبارة عن دمية تتضمن داخلها عدة دمى أخرى بأحجام متناقصة، بحيث أن الأكبر تحوي الأصغر منها وهكذا. وعن من دمر صوامع الغلال قال المراقب الدولي: لسوء الحظ 20% من المخزون تدمر بنيران مدافع الحوثيين. لم يرفض الطرفان أن يجلسا معا فحسب كما يقول كاميرت، بل وضعا مجموعة كاملة من الشروط، وكان علي أن أتحدث معهم بشكل منفصل، وبالتالي قمت برحلات عبر الخطوط الأمامية في سيارة تويوتا لاند كروزر مدرعة ترافقها القوات الحكومية مرة، ثم يرافقها الحوثيون مرة أخرى. وعن خوف الحوثيين من الوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة قال: إنهم كانوا يخشون من دخول الوفد الحكومي إلى مناطق سيطرتهم، كانوا يخشون من خدعة بمثابة حصان تروادة، ولم يجروا على دخول مناطق سيطرة الحكومة، فهناك ملايين من الدولارات مرصودة لقتلهم من قبل السعودية والإمارات. لذلك اخترعت حيلة بعد أن رأيت سفينة للإنقاذ تابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة كانت راسية في الميناء، فأردت أن استعيرها، ولكن جاء الاعتراض من الأمم المتحدة بأنها غير مخصصة للمناقشات السياسية. ويمضي كاميرت في المقابلة التي ترجمها موقع المصدر أونلاين قائلا: ثم كان السؤال: كيف يمكنني الحصول على ممثلي الجانبين على السفينة؟ الحوثيون صعدوا على متن السفينة من رصيف الميناء، بينما ممثلي الحكومة وصلوا عبر زورقين بعد أن أبحروا لثلاثين كيلو متر كان لونهم قد تغير من دوار البحر. الوزراء اليمنيون في الرياض وعدن يديرها الوكلاء. تحت هذا العنوان كتب محمد رشاد عبيد مقاله في صحيفة القدس العربي، مضيفا في أجزاء من المقال: معظم إن لم نقل جميع وزراء الحكومة الشرعية قابعون منذ عدة أسابيع في العاصمة السعودية الرياض، باستثناء وزير المالية الدكتور أحمد عبيد الفضلي. نعم، يمكثون في الرياض دون أن تكون هنالك حالات طارئة أو ضرورات رسمية لبقائهم هناك. تواصلت هاتفيا وأنا هنا مسؤول عن كلامي مع البعض منهم، ومستعد لسرد قائمة طويلة بأسمائهم. ويتحجج البعض منهم أنهم يمكثون في الرياض لأجل الالتقاء بالرئاسة اليمنية والانخراط مع الرئيس هادي في اجتماعات مغلقة لإطلاعه على أداء وزارة الحكومة، بينما المنطق والمثل العربي الشهير يقول: البعيد عن العين بعيد عن القلب، وأن المسؤول العربي البعيد عن معاناة شعبه لن يشعر بتلك المعاناة أبدا ولو شاهدها عبر مكبر ضوئي أو جهاز ميكروسكوب. وليتهم يقتدون، أو ليت رئيس الحكومة معين عبد الملك وهو الشاب ذو 43 أن يقتدي بحكومة تسيير الأعمال برئاسة السلام فياض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حينما قلصت سفريات وزرائها إلى 3 سفريات في العام الواحد، وهي دولة محاصرة ماديا ومحتلة وتعتمد على دفع رواتبها ومستلزماتها الرسمية من المنح المادية المقدمة من المجتمع الدولي، بينما يحج مسؤول الحكومة الشرعية بقيادة رئيسها معين عبد الملك إلى العاصمة السعودية الرياض ذهابا وعودة في غير ضرورة أو حدوث مؤتمرات هامة
وعشرات المرات في العام الواحد للأسف الشديد نقوله وفي الحلق مرارة العلقم. اليمن ابتليت بهكذا حكومة وهكذا وزراء. إن بقوا في الرياض أداروا ظهورهم لمعاناة شعبهم وينصتون فقط للأسيويين في أجنحتهم الملكية فقط، وإن عادوا لوطنهم اليمن ومحافظتهم الجائعة الجريحة حملوا الأموال بالملايين وحولوها إلى حساباتهم بالدولار دون رقيب أو حسيب. إنها قمة المأساة، الخلل في البيت اليمني نفسه وفي رب الدار. قبل عام انقطع وحيد عوض 13 عاما عن المدرسة وأصبح يستيقظ باكرا هذه المرة لجمع العلب الفارغة من أماكن تجمعات القمامة. كان يحصل على ثمنها بالقليل من المال حتى لا يموت جوعا هو وأخوانه الثلاثة الذين يصغرونه سنا. ويورد موقع المشاهد نت حالة هذا الطفل لإيضاح الطريقة التي أصبح يعيش بها أطفال اليمن. وعنون الموقع: الطفل وحيد يبحث عن الحياة في العلب الفارغة. يقول الموقع إن وحيد وأشقائه ضيف الله وحماس وفضل يجولون أحياء الضاحية الشمالية لمدينة دمار القريبة من منزلهم حفاة الأقدام، ويحملون ما جمعوه على ظهورهم ليحصلوا بثمنه على الطعام. وأجبر الأشقاء الأربعة على العمل بعد إصابة والدهم بمرض نفسي بسبب ظروف الحياة القاسية التي أنتجتها الحرب، وبات عاجزا عن العمل وتوفيت والدتهم نتيجة إصابتها بمرض الكوليرا في 2017. وحيد وإخوته الثلاثة لم يجدوا أمامهم سبيلا آخر سوى جمع العلب الفارغة، المهنة الوحيدة التي يستطيعون من خلالها توفير شيء من الأكل كما يقول المشاهد. ويضيف أن ما يربحه هؤلاء الإخوة من هذا العمل المضني طوال النهار لا يتجاوز 1000 ريال يشتري بها روتي وعلبة فول. وبحسب مشير الحاج مسؤول وحدة رعاية الأطفال بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بدمار، يعمل في جمع العلب الفارغة بمدينة دمار 1000 طفل وطفلة، فيما يعمل أكثر من 5000 في مهن متنوعة. ويضيف: الحرب جلبت مآس كبيرة للأطفال ودفعت الآلاف إلى الضياع والإهمال، فضلا عن حجم النزوح في المدينة الذي تجاوز 50000 نازح جزء منهم أطفال أيتام. بعد معاناتهم ووصولهم عبر قوارب صيد قديمة يواجه اللاجئون في اليمن صعوبات عدة، حتى أن المعلمين في منطقة خرز أشهر منطقة يتواجد فيها لاجئون من القرن الأفريقي وضعوا قضية تعليم اللاجئين للتفاوض، ووصل الحد إلى إصدار بيان يحذر من الاتفاق بشأن تعليم اللاجئين. ولكن لماذا يحدث هذا؟ وفقا لموقع عدن الغد، نقابة معلمي خرز تحذر وزارة التربية بعدم توقيع اتفاقية تعليم اللاجئين. وأقل الموقع أن نقابة المعلمين بمخيم خرز للاجئين حذرت وزارة التربية والتعليم من منفذي المشروع التعليمي للاجئين وكذا المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين من عواقب قد يترتب عليها إبرام اتفاقية تنفيذ مشروع التعليم للاجئين قبل وضع حلول عادلة لحقوق المعلمين ومرتباتهم. جاء ذلك في بيان رفعته النقابة للوزارة وتحصلت الصحيفة على نسخة منه يطالب المعلمون بتحقيق مطالبهم المحررة والمتمثلة في تسوية المرتبات أسوة بزملائهم في الخدمات الاجتماعية بالمخيم وصرف مرتبات الإجازة السنوية لقدام المعلمين. وتحذر النقابة وزارة التربية بعدم توقيع هذه الاتفاقية والتي استثنت مطالب المعلمين، وتجدد أن الوزارة ستتحمل كل ما يترتب على هكذا أمر، حيث وأن العقود بصيغتها الحالية رفضت من عام 2018 لأنها لم تنصف المعلم. الانتقال مجرد حجر على رقعة الشطرنج. تحت هذا العنوان كتب فهم الثقاف مقاله الذي أكد فيه على وجود مطامع دولية للسيطرة على مناطق مختلفة والتحكم بمصيرها. تماما كما يحدث في اللعب على رقعة الشطرنج بين اللاعبين، كذلك تلعبان السعودية والإمارات في المناطق التي سيطران عليها في اليمن. تحاول السعودية منذ قرابة عامين أو يزيد من دخولها الفعلي بآلياتها العسكرية وقواتها إلى محافظة المهرة أن ترسخ احتلالها للمهرة الذي بدأته بمطار الغيضة المدني الذي جعلت منه قاعدة عسكرية وسجنا لها، كما فعلت شركتها الإمارات قبلها بمطار الريان المدني بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت. حاولت السعودية العمل على ما تعتبره جائزتها الثمينة التي لا تقدر بثمن لتدخلها العسكري في اليمن، وهو مد خط أنابيب لنقل النفط من حقولها إلى المهرة التي تسعى إلى بناء ميناء نفطي لها هناك،
وحتى اللحظة يواجه مشروعها هذا الفشل أمام وعي ويقظة وصلابة المقاومين المهريين. كانت السعودية يوم الاثنين الماضي على موعد مع انكسار وفشل بطعم العلقم لقنه لها أبناء المهرة، حين أصروا أبناء مديرية حوف على إخراج ميليشياتها الذي جلبتهم إلى معسكر خفر السواحل بالمديرية. الإمارات من جهتها تراقب باهتمام وعناية فائقة ما تعمله شركتها هناك لحظة بلحظة دون أن يغفل لها جفن، وكذلك تعمل الإمارات هناك على تجنيد من يرضى من أبناء المهرة لتشكل منهم قوات نخبة مهرية على غرار نخبها في حضرموت وشبوة وأحزمتها في المحافظات الغربية في جنوب اليمن. إزاء تزايد الاهتمام السعودي بحضرموت، ارتأت الإمارات أنه بات عليها لزاما توجيه رسالة لشركتها السعودية، وعليه حركت الإمارات الانتقالي بيدقها على رقعة الشطرنج من عدن إلى حضرموت ليعقد ما أسماه دورة جمعيته الوطنية. فكل تلك المظاهر والموكب الطويل والطائرة التي أقلت أدواتها من عدن إلى حضرموت مجرد رسالة إماراتية إلى السعودية. في جولتنا اليومية بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لوفيغارو مقالة للصحفي يوهان بلافينيا، والتي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس بعنوان يموت أطفال أكثر من المقاتلين جراء الحرب. وتقول الصحيفة إنه في بعض الأحيان تتكلم الأعداد أكثر من الكلمات. وفقا لتقرير صادر عن منظمة أنقذ الأطفال غير الحكومية في ألمانيا، يموت أكثر من 1000 طفل كل عام نتيجة للنزاعات، أو عفوا 100,000 طفل كل عام نتيجة للنزاعات المسلحة، حيث مات ما لا يقل عن 550,000 طفل بين عامي 2013 و 2017 في أكثر 10 بلدان تضررت من الحروب بسبب الجوع أو قلة النظافة أو الوصول إلى الرعاية الصحية أو رفض المساعدات. كما قتل حوالي 157,000 من المقاتلين 175,000 من المقاتلين في نفس الفترة في البلدان التي تمت دراستها، أفغانستان واليمن وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا والعراق ومالي ونيجيريا والصومال. يقول ممثل منظمة أنقذ الأطفال: كل يوم يتعرض الأطفال للهجوم لأن الجماعات المسلحة والقوات العسكرية لا تحترم القوانين والمعاهدات الدولية. وسط المعارك والفوضى التي تعيشها اليمن، يتناوب على سرقة كنوز البلد الأثرية المخربون. كما يقول تقرير نشره الموقع الألماني دوتشي فيليه، وفقا لتقرير فإن جهات محلية وبدعم من جهات دولية تتصدرها ألمانيا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وعنوان الموقع: آثار اليمن للقص وللنهب نصيب، وما تبقى يتلف في المخازن. تتسارع عمليات نهب وتخريب وتهريب آثار اليمن. الحزين، رئيس الهيئة العامة اليمنية للآثار مهند السياني كشف عن تصريح خاص لدي دبليو عن رصد الهيئة الحكومية 66 موقعا ومعلما أثريا تضررت بضربات جوية مباشرة وغير مباشرة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تعرض 35 معلم معلما ومزارا دينيا للتفجير من قبل عناصر القاعدة وداعش. ويتحدث الموقع عن أحد متاحف اليمن بالقرب من ميدان التحرير وسط صنعاء، يقع المتحف الوطني الذي كان وجهة للزائرين للتعرف على تاريخ البلد وتراثه الثقافي والحضاري، لكنه موصد الأبواب منذ سنوات وجرى نقل أغلب محتوياته إلى ما وصف بالأماكن الآمنة تجنبا لتعرضها للاستهداف. وفيما تثور المخاوف حول مصير المخزون، يقول رئيس هيئة الآثار اليمنية للسياني لدي دبليو عربية إن جميع المتاحف التابعة للهيئة العامة للآثار أغلقت أبوابها بسبب الوضع العام وخوفا عليها، حيث تم تخزين القطع في أماكن نعتقد أن شاء الله أنها آمنة لها. وإن كان مثلا في متحف دمار اعتقدنا أنها آمنة، ولكن المتحف ضرب. ويضيف إلى كل ما سبق مشكلة كبرى جدا يقول سياني نواجهها في مجال الآثار والتراث، وهي انعدام الوعي وعدم الاكتراث بأهمية ما نمتلكه من كنوز وآثار وحضارة، بما ساهم في تشويه المعالم الأثرية ووضع الملصقات وطمسها بالرنج. كل هذا نتيجة لعدم الوعي. السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان كتب موضوعا مطولا عن الأسباب التي أدت إلى حالة الانهيار التي تعيشها البلاد،
وقال في جزء من مقال تنشره بلقيس بعد أن قدمه كمحاضرة في ندوة عقدت في مجلس العموم البريطاني. وقال ياسين: في العام 2011 وفي مثل هذه الأيام خرج الشباب ومعهم الشعب اليمني يطالبون ببناء دولة المواطنة المتساوية وقيام النظام الديمقراطي المدني العادل، وكان ذلك تواصلاً عضوياً مع مطالبات الشعب في الجنوب بإصلاح الوحدة التي تعرضت لانتكاسات كبيرة والتي أخذ يعبر عنها منذ 2007 في حراك سلمي متواصل، ولتجنب السقوط في فخ العنف والمواجهات المسلحة التي أخذت تحيط بالعملية كلها. قبلت الأطراف المختلفة مبادرة الأشقاء في دول الخليج والتي تقضي بنقل السلطة سلمياً إلى نائب الرئيس ومنح الرئيس السابق حصانة من أي مساءلة وإجراء حوار وطني شامل بشأن طبيعة الدولة والنظام السياسي، وتم نقل السلطة مع كل الصعوبات التي زرعت في هذا الطريق، وانتخب نائب الرئيس الذي انتقلت إليه السلطة عبد الرب منصور هادي رئيساً توافقياً من كافة الأطراف، وحددت فترة انتقالية لإنجاز الترتيبات الخاصة باستكمال نقل السلطة وبناء قواعد سياسية وإدارية للتوافق الوطني وتخليص مؤسسات الدولة مما لحق بها من أضرار بسبب معايير التعيين على أساس الموالاة وإجراء الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد، وهي المهمات التي كانت على وشك الاستكمال بإنجاز الدستور وطرحه للاستفتاء. وكنا على موعد بطرح الدستور الجديد للاستفتاء حينما هاجمت الميليشيات الحوثية صنعاء مدعومة بجزء من النظام القديم الذي كان يتحين الفرصة للانتقام وبدعم كامل من إيران، واحتلتها في سبتمبر 2014، وبصورة عاجلة ودموية استكملت الميليشيات الحوثية السيطرة على الدولة، حيث مكنها النظام القديم من الاستيلاء على مراكز القوة وخاصة المعسكرات والسلاح، إضافة إلى ما كانت قد حصلت عليه من أسلحة إيرانية. لم تكتمل فرحة مواطنين في الهند كانوا في انتظار أن يشاهدوا حدثا هاما قبل أن تتغير مجرى الأحداث وتعنون صحيفة القدس العربي. أسرع قطار في الهند يصاب بعطل غداة تدشينه إثر اصطدامه ببقرة. وقالت الصحيفة: أصيب أسرع قطار في الهند بعطل إثر اصطدامه ببقرة غداة تدشينه في مراسيم شارك فيها رئيس الوزراء الهولندي ناريندرا مودي وقد أنجز قطار فاندا بهارتا إكسبرس الذي صمم في الهند في إطار البرنامج الوطني المشجع للصناعة المحلية ميك إن إنديا أول رحلة له الجمعة من نيودلهي إلى فاراناسي، لكن في اليوم التالي عند عودته إلى العاصمة اصطدم ببقرة فانقطع التيار الكهربائي عن 4 عربات وتعطل النظام كبح السرعة. وصرحت الناطقة باسم الهيئة: شهد القطار بعدها مشاكل تقنية وعلق في طريقه إلى نيودلهي، وفي نهاية المطاف وصل القطار إلى مقصده قبل رحلته التجارية الأولى المرتقبة. والمشاكل الناجمة عن المواشي على خطوط السكك الحديدية الشائعة في الهند، وقد تبلغ سرعة هذا القطار الأسرع في الهند والذي شيد في إطار برنامج لتحديث السكك الحديدية في البلد العائد إلى زمن الاستعمار إلى 180 كيلومتر في الساعة، ويستقل القطارات في الهند نحو 23 مليون مسافر في اليوم. عدسات المصورين تصل إلى كل مكان في العالم لتلتقط مجموعة صور تعكس بحث الإنسان الدائم عن الضوء. الصور نشرت في الغارديان البريطانية. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف.
بهذه المجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.